مشاهدينا اهلا وسهلا بكم من جديد، رجعنا وياكم ومكملين بمشوارنا الصباحي. وصلنا الى محور حلقتنا لهذا اليوم، هذا المحور اللي يهمه هوايه من الشباب ومن البنات، خاصه بالمراحل المراهقه فما فوق. كلنا او اغلبيتنا نعاني من مشاكل ببشرتنا، سواء حبوب، آثار حبوب، تصبغات، هالات سوداء، ندب، شنو عندك مشاكل بعد أوادار؟ تساقط الشعر. تساقط الشعر، هذني كلها مشاكل مرتبطة بالجلد. فاليوم راح يكون ويانا دكتور مؤيد الجابري، أخصائي الأمراض الجلدية، حتى نتعرف منه على تفاصيل هاي الأمراض وشلون ممكن نتعامل وياهن، وهل من الممكن أنه إحنا نتعامل وياهن بدون ما نلجأ لطبيب؟ كل هاي وأكثر راح تعرف عليها من خلالك. دكتور صباح الخير وصباح الورد. صباح النور. أنا دكتور حسام الجابري، أخصائي أمراض جلدية وتجميل وليزر. أهلا وسهلا بكم مشاهديكم الكرام، حياك الله. أهلا ومرحبا دكتور. أكيد الحديث يطول عن هذا الموضوع، مثل ما ذكرت زميلتي آن أنه كثير من المشاكل الجلدية اللي منتشرة خصوصا بعد تطور العمليات التجميل وتطور المواد اللي يستخدمها الإنسان، أكيد راح نخوض غمار هذه الجولة اليوم وياك بهذا الحديث. ولكن قبل كل شيء نروح تقرير عن هذا الموضوع مع زميلنا أركان الجابري. الحديث أكثر سوف نعود مع الدكتور حسام مؤيد الجابري، فنتابع هذا التقرير. الأمراض الجلدية حالة شائعة تسبب مشاكل للبشرة، وله أسباب وأشكال عدة، ويشمل عادة حكة الجلد أو جفافه أو طفحا جلديا، أو قد يسبب تشكل بثور على الجلد أو قروح أو إفراز صديد أو تقشر أو تشقق. الأنواع الثلاثة الشائعة من هذه الحالة المرضية هي التهاب الجلد التأتبي والتهاب الجلد التماسي. يعرف التهاب الجلد التأتبي أيضا بالأكزيما. يمكن أن يؤدي الحك المتكرر الذي يخدش البشرة إلى ظهور تقرحات مفتوحة وتشققات في الجلد، وتزيد هذه التقرحات والتشققات من خطر الإصابة بالعدوى بسبب البكتيريا والفطريات، وقد تنتشر هذه العدوى الجلدية في الجسم وربما تهدد حياة المريض رغم ندرة حدوث ذلك. يمكن أن يسبب التهاب الجلد لذوي البشرة البنية والسوداء اكتساب المنطقة المصابة لونا داكنا أو باهتا، وتعرف هذه الحالة المرضية بفرط التصبغ ونقص التصبغ التأتبي للالتهاب، وربما يحتاج الجلد إلى عدة شهور أو سنوات لاستعادة لونه الطبيعي. تطور العلم يوم أخذ شوطا في هذا المجال، فهناك طرق وعمليات منها على سبيل المثال الليزر والجلسات الطبية، إضافة إلى العمليات الجراحية التي لها دور كبير في عملية العلاج. أركان الجابري، قناة العراقية، بغداد. إذن مشاهدينا، محور حلقتنا اليوم راح يكون عن الأمراض الجلدية الشائعة، وراح يكون ضيفنا الدكتور حسام الجبوري الجابري. صباح الخير دكتور، نورتنا بصباح الخير يا عراق. أنت أخصائي جلدية. صحيح. يعني مش أقول لك بس إحنا العراقيين عندنا مشكلة بالبشرة كلنا. أول سؤال، هل ممكن أتعامل ويا مشاكل البشرة أني بالبيت لو لازم أروح لدكتور جلدي؟ يعني احنا البشره الطبيعيه، البشره اللي ما عندها مشاكل ما تظهر لها اي عيوب، ممكن بالبيت تسوي احنا روتينها اليومي. هو اكو بشره ما تظهر لها عيوب؟ لا، هو بتقادم العمر والظروف البيئيه والتغيرات الهرمونيه والتغيرات الوراثيه، اكيد كل انواع البشره معرضه احنا نسميها للتعب والارهاق والجهد. تدري احنا الجلد يعتبر هو الجزء الفاصل بين انسجه الجسم والمحيط الخارجي. نعم. فاكيد الجلد يكون اكثر عرضه للتغيرات خاصة بتقادم العمر والظروف البيئية، فيحتاج روتين يومي، ولكن يعتمد على نوعية الجلد. فأنا إذا أريد أحافظ على بشرتي أستشير طبيب. أكيد استشارة الطبيب الجلدية كلش مهم، واللي إحنا محور حلقتنا المهم اليوم عن التجميل. إحنا إذا ما نستشير طبيبنا ما ممكن إحنا بالبيت نعالج نفسنا، وهذا لا، نستخدم الروتين، الروتين يكون عن طريق طبيب. استشارة الطبيب راح يوجهنا باتجاه الصحيح حتى نوصل إلى بشرة مثل ما يقول بشرة نظرة، بشرة حسنة، وتوالمنا ان شاء الله. نعم دكتور، اليوم بعد ما يعني بعد 2003 وشيعت الاجهزه وعمليات التجميل والحقن والفيلر والبوتوكس وغيرها، اليوم هذه الى اي مدى تؤثر خصوصا كثير من المراكز غير معتمده وغير مرخص لها من قبل وزاره الصحه والجهات المختصه وايضا غير مختصين ولكن متدربين ويشتغلون بهاي الاشياء. شلون تشوف من وجهه نظرك تاثيرها على كثير من الناس اللي تعرضوا للتشوهات وايضا حالات خطيره؟ احنا جدا ننصح، احنا اطباء جلديه بالعراق جدا ننصح باهميه الوعي للشارع.
الوعي جدا مطلوب. احنا لازم نعرف انه هذه المواد، هذه الابر، ابر الحقن اللي هسه رايجه بس بالاسواق وبالعيادات وبالمراكز، هذه الابر لازم تعطى عن طريق طبيب الجلديه الاختصاص. الطبيب استشارته مهمه حتى يقدر المريض او اللي يريد يراجع الطبيب هو اللي ياخذها وتكون واجبه له. يعني انا ما ممكن احقن اي ابره مجرد أنا سمعت عنها أو تروج لها وجي أحقنها وأخذها. صح، هو يتروج لي يعني أبر مثل أبرة أصالة، أبرة فلانة، يعني هاي راح تشد الجلد وكأنه فتشي سحري. يعني هذه لها رواج تدين لإثارة تسويقية. حتى أنا اليوم أجذب الجمهور أقدم هذه الأغراض الترويجية، لكن بالحقيقة سواء كانت أبرة أصالة أو هذه الأبر الكاريزما والأبر المختلفة اللي هسه موجودة بالسوق، هي إلها استعمالاتها لكن ضمن حدود استشارة الطبيب. يعني الطبيب هو اللي يقرر لك أنت ممكن تستفادين من هذه الأبرة، هل هي فعلا ملائمة لهذه البشرة، هل هي تحتوي المواد الكيميائية اللي ممكن تحتاجها البشرة لتوفير النضارة، يعني زيادة الكولاجين، زيادة الإلاستين، تحفيز بالبايو، طريقة البايو لتحفيز البشرة وإعطائها النضارة. لكن هذه مستحيل أني من عندي أنا راح أستعملها، لا، مفروض طبيب الجلدية اختصاص هو اللي يقدر الحالة وهو اللي يضفي عليها ويقرر أنه هذه يحتاجها المراجع أو المراجعة. طيب، يعني ما ممكن تلقائيا هو يستعملها. طبعا دكتور، منو الأفضل لما يكون عندنا مثلا مشكله، سواء مثلا حبوب بالبشره او ندب او حتى تصبغات او نمش، الافضل انه نستخدم كريمات لو الابر؟ الشائع الامراض الجلديه ومتعارف عليه العلاج بالكريمات، لكن الكريمات تعرفون يعني تاخذ وقت من فتره نقاهه الجلد حتى يستجيب الجلد، حتى تظهر عليه التغيرات العلاجيه نستخدم له الكريمات. ظهرت بالاونه الاخيره بسبب تقادم العمر، التغيرات الجويه، وبنفس الوقت التسارع بتحسين مظهر الخارجي، ظهرت عندنا ابر الحقن. ابر الحقن هي تعتبر ابر مساعده، يعني مو علاجيه درجه اساسيه. اكيد الكريمات مهمه، لكن احنا مرات نحتاج نسرع بالعلاج فنستخدم هذه الابر، ابر الحقن. لكن ايضا ما كيف يعني استخدمها تحت استشاره الطبيب. يعني احنا ظهور الحب مثلا بالوجه اذا ظهر نستخدم له علاج طبي لكريمات، وكذلك علاج عن طريق الفم، الحبوب، صح، الحبوب اللي تظهر، وكذلك ايضا الليزر اللي هو تقنيه جدا عالميه، والتقشير الكيميائي. هذه كلها الامور مهمه جدا لعلاج الحبوب. لكن نوع الحبوب، شو نوع الحبوب اللي عندك؟ هل هي بسيطه، هل هي متوسطه ام شديده، كيسيه، متكيسه، ملتهبه؟ هذه حيحددها الطبيب، بعدين يفرض الكريمات او ممكن تداخل بالحقن او ممكن الليزر او التقشير الكيميائي. هذه كلها لازم تكون باستشاره الطبيب وتحت طبيب مشرف اكيد. نعم نعم، انه واحد يريد نتيجه افضل. واحده من اشهر الامراض الجلديه شائعه هي امراض حب الشباب اللي يصاب بها اغلب الشباب، خصوصا انه احنا يمكن الرجال نوعا ما تاثر على بشرتنا، وحتى اذا اثرت لا تعاب، ولكن عند البنات خصوصا انه الامراه تكون عندها اضطرابات هرمونيه اكثر من الرجل. يمتى تظهر هذه الحبوب وكيف العلاج مالها وما هي اقسام ظهور حب الشباب؟ حبوب الشباب هو مرض مزمن يصيب الغده الدهنيه الشعريه بالوجه. احنا ايش نقول مرض مزمن؟ ممكن ياخذ فتره حتى من يستجيب، بعد فتره ممكن يرجع لك. لكن ظهوره باي عمر؟ الظهور الاساسي هو يبدي من سن المراهقه الى ممكن يوصل ل 55 سنه يظهر الحب. ل 55؟ نعم، ممكن يظهر يسمى ايضا حب شباب تحت هذه يسمى. لكن ممكن يظهر بالاطفال، نعم، لاسباب تغيرات هرمونيه عند الطفل ممكن حتى بالاطفال يظهر. لكن هو السن المعروف واللي اكثر الاعمار يظهر عندهم من سن المراهقه الى سن ال 55 سنه. يظهر على شكل رؤوس اما بيضاء او سوداء، او ممكن يظهر على شكل احمرار بالجلد بسيط. بس الطب تطور، يعني ممكن انه اكو علاج يوقفه، ممكن يمنع ظهوره مره اخرى. سابقا كانت متعبه الوضع، كان مشكلة. وهذا الشيء جدا مهم لانه اسبابه، احنا من نعرف الاسباب راح نعرف العلاج. اسبابه هو العامل، من خلال تحليل، من خلال شنو؟ من خلال استشاره الطبيب. ومن خلال احنا ممكن احنا العامل الوراثي مهم ظهور الحبوب. البشره الدهنيه، يعني انا من اشوف اني بشرتي دهنيه، عامل وراثي مالتي، ممكن هذا بالاطفال يشوف بشرته دهنيه، هذا يكون اكثر عرضه لظهور الحبوب. عامل وراثي انهم عندهم بالعائله انه يظهر لهم الحبوب. والسبب الثالث ظهور الحب، البكتيريا الموجوده على البشره الدهنيه اللي تعتبر ميديا هذه البشره الدهنيه لنمو هذه البكتيريا، الكوراينوباكتيريا اكني.
فوجود هذه البكتيريا والعامل الوراثي وبعد عوامل أخرى كثيرة خاصة عند النساء، استخدام المكياجات المفرطة، العامل النفسي أيضا مهم. صحيح. والتغذية إذا كانت تغذية غير نظامية، استخدام المفرط المشتقات الحليب والكاكاو، هذه كلها بعد تغيير نمط الحياة يسبب ظهور الحبوب. دكتور أكو سؤال مزمن اللي هو هسه خلصنا مرحلة الحبوب وعالجناها، يصير أكو ندب، أكو نوع من البشرة كل حباية تترك ندبة بيها ما تروح، سواء يعني مو اللون الأحمر هذا اللي بعد فترة يروح. صحيح. لا أكو هاي الحفرة اللي الحفرة. صح. هل أكو أمل بأنه يتعالج نهائيا بالليزر وبالحقن؟ لو ممكن يتعالج بالنسب، لأن أكو هواية مرات يصير أكو هاي الإعلانات اللي إنه 100% راح ترجع بشرتك بشرة طفل. أي. بس هو بالحقيقة أنا أعرفه علميا ما يرجع يعني 100%، ممكن نسبة العلاج توصل 70% هيك يعني اللي أعرف. يعني إحنا للأسف الأمراض الجلدية سابقا كانت فعلا مثل ما تفضلتي إنه يقول الطبيب يعني هاي نسبة شفاء الندب والآثار يعني 60-50 أو ممكن أصلا ما تشافه، لكن لله الحمد إحنا وصلنا بتقنيات جديدة قدرنا نوصل لأكثر من 80-90%. وتدين أنت 80-90% يعني كل إنسان يعني عنده هذه، لكن عن طريق شنو هنا نجي كلش مهم، مضاعفات حب الشباب. أول مضاعفة هي إحمرار الوجه، أي يترك أثر أحمر بالوجه يسموه تصبغات ما بعد الحبوب. نعم. إحمرار ما بعد الحبوب، وهذا أيضا علاجه ما بالتقشير الكيميائي أو استخدام مركبات النياسينامايد أو استخدام الموجات الراديوية. وكذلك المضاعفات الثانية مضاعفات الداكنة، يعني الحبوب تترك آثار داكنة. هذه يمكن علاجها وكأنه تصبغات. نعم. بعد اعتبارها تصبغات فاستخدام مركبات الهيدروكين الأربيوتين أو التقشير الكيميائي أو الليزر. المضاعفة الثالثة المهمة جدا اللي طرقتي إلها هي الندب والحفر. الندب والحفر تنوعت علاجاتها لتنوع أنواعها، يعني أنت ما ممكن تلقين يعني نفس الندب في كل الأشخاص، لا. أكو أكثر من ندبة، يعني إذا أريد نفصلها علميا البوكس سكار، الشلو سكار، الآيس بيك سكار، هذين أنواع الندب. هذين كل وحدة إلها طريقة علاج الطبي إلها وطريقة تداخل الليزر إلها وشون، وتقنيات جديدة طبعا دخلت للعراق والحمد لله احنا كنا من الرائدين بها، مثل تقنية تقطيع الألياف، تقنية الليزر CO2، تقنية الموجات الراديوية، هذه كلها تفيد وتنطي نتيجة يعني جدا ممتازة، ممكن توصل إلى أكثر من 80%. تقولي لي أكون ندب ما تستجيب، تستجيب لكن مستحيل ما تكون بها نسبة، لا تتحسن وتنطي نتيجة. وهذه تعتمد أيضا على الطبيب وخبرة الطبيب. هنا نقول ونوضح مهمة جدا خبرة الطبيب، يعني أنا اليوم بفضل تقنية السوشيال ميديا أقدر أعرف طبيبي يفيدني بهذه الحالات، مع احترامي لكل الأطباء إن شاء الله كل الأطباء العراقيين متميزين، لكن أنا أقدر أنا من خلال التواصل الاجتماعي أعرف هذا الطبيب كم حالة مشتغل. يعني أنا إذا طبيب مشتغل 200 حالة 400 حالة 1000 حالة بآثار ندب حب الشباب، لا نستعين به، ممكن أوصل لها نتيجة جدا. وتدون أنتم ندب والحفر تسبب فقدان الثقة بالنفس، فطريقة علاجها إذا كانت طريقة وطبيب مالتي شاطر يقدر يوصلني إلى نتيجة كلش ممتازة. نعم. اليوم تغيرات الجو المناخي خصوصا العراق تعرف من درجة حرارة 50 إلى درجة حرارة 5 ممكن توصل بالشتاء وبالصيف، بالإضافة إلى أنه أكثر مناطقنا، وأنا ما أحكي عن مراكز أقصد الأقضية والنواحي، يكون المي بها مو مي صالح أصلا للغسل، فشلون هذا تأثر؟ يعني خصوصا أكو ناس يعانون بسبب انه استخدامهم لهذه المياه واستخدامهم لبعض الغسولات اللي مثل الصامبو شامبو صابون وغيرها، شلون تاثر عليهم وشلون ممكن واحد يعني يحمي نفسه من هاي الامراض؟ يعني احنا تدون النظافه جدا مهمه، يعني النظافه والاعتناء بالعنايه بالمظهر الخارجي يعتبر من اساسيات الحياه حاليا بالوقت الحاضر. فاني اكيد الماء والنظافه هذه مهمه. دكتور أغلب مناطقنا المياه مارتها مو جيد، يعني لا للغسل ولا للسبح ولا يعني أنا استخدام المركبات المضافة، مثلا أنا صابونتي بشرتي دهنية بعد ما يحددها الطبيب يحدد لي نوع بشرتي دهنية استخدم لها المقشر والغسول، الغسول اللي يحتوي على تقشير مثل ساسيليك أسيد 2% ممكن يستخدمها اللي بشرته دهنية ويا المي. يعني احنا ما نقول المي مو صافي 100%، لكن هذه المقشره راح تفيدنا، راح تعطي تقدر ابو البشره الدهنيه يغسل بها وجهه، كذلك البشره الجافه. يعني ممكن استخدام هذه الاشياء والمياه اللي قد تكون غير نقيه بدرجه عاليه، لا طبعا يعني تساعدنا، يعني هذه مو لا مستحيل، اكيد لازم اكون اقاوم المياه، لكن انا مثلا بشرتي انا دهنيه استخدم مياه مقشر، بشرتي جافه بعد ما اغسل انا استخدم مياه منظف للبشره او ترطيب مبشر خاص لبشره الوجه، هذا جدا يغنيني ويفيدني اني ويحسن. لكن فقط هذه لا، اكو كثير، مثلا مثل ما تفضل درجه حراره عاليه بالعراق 50، فاني الواقي مال الشمس اني بقى بجيبي،
خاصة البنات يعني. وافضل يعني وايد يسالوني المراجعين دكتور انا اخلي واقي بس مدى يوالمني؟ لا، موالمه الواقي مهم جدا بعد ما يخصص لك اياه الطبيب، ومو بسعره ناكد ونقول لازم يخصص الطبيب. لا، ضروري جدا يعني لازم يكون عندك لكل بشره والدرجه مالك. درجه الواقي ولا مره لا لا، اكو من 20 و30 الى اكو نعم، حتى اليوم اكو 100%. اي نعم نعم، يعني اذا خاصه اذا بشر هذا تعتمد على المرض اللي انت يعني اذا بشرتك سليمه مثل حضرتك، بشرتك ما عندك مشاكل كبيره، فممكن يعني خاصه جو الشتاء يقل نسبه الاس بي اف احنا نسميها. طيب دكتور، ننتقل لمحور ثاني اللي هو الشعر، تساقط الشعر، الثعلبه، القشره، هذني كلهم مشاكل تخص الشعر. بالبدايه القشره باعتبارها هي ابسط شيء، ممكن يعني تكفي الشامبوات العاديه اللي بالسوق اللي هي ضد القشره حتى تعالج لنا اياها؟ وهل اكو فعلا ربط بينه وبين انه استخدام المي الحار والبارد بالسبح؟ القشره يعني من الامراض الجلديه، مشكله الامراض الجلديه اغلبها مزمنه، اغلبها تحتاج روتين يومي، يعني مو مثل احنا واحد اللي يشتكي من زائده سوى العمليه استأصل زائده انتهت الزائده، لا، احنا الامراض الجلديه اغلبها امراض مزمنه تحتاج عنايه، تحتاج روتين. يعني احنا يعني من الطفوله علمونا نفرش اسناننا مو علمونا نسبح، ويمكن لي فهم فاخذت نمط حياه صارت عاده. لا، احنا هسه بالوقت الحاضر نشجع الاهالي انه حتى علموا اولادكم انه بعد ال 15 16، شوف عندكم تساقط وراثي بالعائله، علموه يستخدم بخاخ. كثير مراجع ما يقبل يستخدم بخاخ، يقول دكتور انا يوميا اخلي البخاخ. لا، ليش لا؟ خليه يوميا البخاخ. اذا انت تحس تبدي تساقط الشعر على سبيل المثال، خليه يوميا بالليل. انا عندي قشره لازم انا استخدم بالاسبوع روتين لي بشكل روتيني، يعني بالاسبوع مرتين او ثلاث مرات بالاسبوع استخدم شامبو مضاد للقشره حتى لا ترجع للقشره. اذا بدت بالظهور حسيت اكو حكه احمرار قشره دا تنزل عندي، انا استخدم مضادات الشامبوات اللي تستخدم اللي بيها نسبه كبريت، بيها ساسيليك اسيد، استخدمها اللي راح تزيل لي هذه القشره، وبنفس الوقت استخدم مركبات الاستيرويد على شكل لوشن اخليه شعري. بعد ما استجيب للعلاج واطيب ممكن استخدم الروتين اللي مثل ما قلنا لكم اياه بالاسبوع مرتين، استخدم مضاد للقشره دكتور. حتى أقص من عندك. نعم دكتور، طبعا خاصة جيلنا احنا يعني كنا بالنسبة حتى امهاتنا واخواننا الاكبر من عندنا اذا ما مليف جسمك بالليفة ترجع تدخل الحمام مرة ثانية. هسه كبرنا وطلعنا وقرينا طلعت اكثر مضار للجلد وممكن تاثر على الجلد هي الليفة. هسه فهمونا شنو الموضوع، احنا متعودين يعني انا بالنسبة لي الضر ما الضر لازم استخدمها يعني فعلا. بس الحقيقة العلمية شنو؟ فعلا سؤال جدا مهم. يعني انت البشرة مثل ما تفضلنا انواع يعني فالاحتكاك الزائد الليفة تسبب احتكاك للجلد، انت مسبب احتكاك راح تخلي تهيج للبشره، تهيج البشره، البشره هي بشكل روتين هي اصلا مده 28 يوم تتقشر، انت عندك يوميا البشره يصير بها تقشر عندك، فاذا يوميا صار عندك تقشير انت ما حاجه يوميا اني اليف، انت راح تسبب تهيج البشره، راح تظهر لي فد امراض او اعراض جديده. ممكن استخدم ايش قد بالشهر بالاسبوع؟ انا بالاسبوع ممكن استخدم مرتين ليفه، ومو ليفه هذه مالتنا ما شاء الله، احنا ليفه قطنيه جايه ممكن بسيطه ممكن نستخدمها. وفي بعض انواع الحاله الناس ممكن اصلا ما يستخدم ليفه، نمنع من استخدام الليفه خاصه اللي عندهم امراض وراثيه بظهور داء الليفه اللي يسبب استمرار وحكه جلديه وتصبغ لون الجلد في مناطق بالظهر بالاكتاف وفي مناطق اخرى، وهذا ممكن يصبح مزمن ويسبب تصبغ بكل الجسم. سؤال اخير دكتور، من الاسئله الناس دائما يعني مهتمه انه تعرفها، صدق اللي يضرب بوتوكس وراها بشرته تترهل ولازم دائما يظل يضرب بوتوكس لحد ما بعدين بشرته تبطل تستجيب؟ سؤال هم جدا مهم واشكرك عليه. فعلا البوتوكس احنا بسبب تقاعد العمر ظهور تجاعيد راحت الحاجه الى انه استخدام هذه الابر الحقن حتى تقلل من هذه التجاعيد. البوتوكس هو البوتشيليوم توكسين اللي هو سموم البكتيريا، استفادوا من هذه الخاصيه في سبب احسنتي شل العضلات او استرخاء احنا نسميها للعضلات حتى تخلينا منظر بدون هذه التجاعيد. والجسم من تدخل هذه في اول مره طبعا حيشوف المراجع او اللي يحقنها شد جدا ممتاز وسحب واختفاء التجاعيد، لكن بالحقن المتكرر راح تظهر اجسام مضاده لهذه السموم من قبل الجسم، فيقوم يعني تصير النتيجه اقل بين جلسه واخرى او بين حقن مده حقن واخرى شوف يتقل. فتشوفين اول حقن يقول لك انا كلش استجاب يا دكتور وصار عندي شد وصار عندي اختفاء للتجاعيد، لكن بالحقن المتكرر شفت اقل. نعم هو بسبب ظهور الاجسام المضاده، فاحنا ما كنا يقول لك لا هاي الابر ما فادتني هاي الابر، طبعا اختار الابر الاصليه والحقيقيه واللي موجوده البراند بالسوق
ومع ذا وياها انه افهم انه اني بالحقن المتكرر راح تقل كفاءه البوتوكس. نعم. صحة وعافية للجميع إن شاء الله يا رب. والله يبعدني أنا عن البوتوكس والفير والنسوالف. الاختصاص في الأمراض الجلدية دكتور حسام الجابري، شكرا لوجودك، صباح خير يا عرب. شكرا لك دكتور حسام، نورتنا ومن خلالك سلطنا الضوء على معلومات جدا مهمة تهم أعتقد كل فرد اليوم على مستوى أعمارهم أو سواء ذكر أو أنثى، كلنا عندنا مشاكل ب بشرتنا، وحتى اللي مو عنده مشاكل يحب انه دائما تكون هاي البشره البيرفكت المثاليه، حب تكون عنده مشاكل. ندور يعني. شكرا لك، نورتنا.